بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بحل فرد محروس في الأعداد العقدية. الفرد مكون من 3 تمارين. نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول نعتبر النقط A و B و C في مستوى العقدي. A كتساوي 1 ناقص M ضرب 1 زائد 2 E. B كتساوي 2 زائد 6 E على 3 ناقص E. سي كتساوي ناقص 4 اي على 1 ناقص اي. السؤال الاول بين ان ا تساوي 3 زائد اي وبي تساوي 2 اي وسي تساوي 2 ناقص 2 اي. اولا يعني السؤال بين ان ا يعني نكتبوا ا على الشكل الجبري. ا كتساوي 1 ناقص اي 1 زائد 2 اي غادي نشرو 1 في 1 1 ناقص اي في 1 ناقص اي. واحد في جوج اي زائد جوج اي ناقص جوج اي مربع. كنعرفو بان اي مربع كتساوي ناقص واحد. اذا كتساوي واحد ناقص جوج مضروبة في ناقص واحد هي زائد جوج وناقص اي زائد جوج اي هي زائد اي. اذا ا كتساوي ثلاثة زائد اي. بي تساوي جوج زائد ستة اي على ثلاثة ناقص اي. هذا باش كتبو على الشكل الجبري نضربو في المرافق. كنعرفو بان المرافق د ا ناقص بي مرافق د ا زائد بي هو ا ناقص بي. يعني بي كتساوي جوج زائد ستة اي مرافق ثلاثة ناقص اي هو ثلاثة زائد اي. ثلاثة زائد اي الكل ثلاثة ناقص اي مضروبة في ثلاثة زائد اي. جوج ثلاثة هي ستة. ستة اي في ثلاثة هي 18 اي. جوج في اي زائد جوج اي. ستة اي في اي زائد ستة اي مربع. الكل هذه متطابقة هامة. ا ناقص بي مضروبة في ا زائد بي كتساوي ا مربع. ناقص ب مربع يعني كتساوي 3 مربع ناقص اي مربع كتساوي 6 زائد 6 في اي مربع. 6 في ناقص 1 هي ناقص 6 يعني 6 ناقص 6 زائد 20 اي كل مقسومة على 9. اي مربع هي ناقص 1 ناقص هي زائد 1 كتساوي هي 20 اي على 10. اذا بي كتساوي 20 على 10 هي 2 تساوي 2 اي. بالنسبه للسي نفس الطريقه. سي كتساوي ناقص 4 اي على 1 ناقص اي مرافق 1 ناقص اي هو 1 زائد اي كتساوي ناقص 4 اي ضرب 1 زائد اي على واحد ناقص اي مضروبة في واحد زائد اي كتساوي ناقص اربعة اي ناقص اربعة اي مربع على واحد ناقص اي مربع كتساوي ناقص اربعة في اي مربع هي زائد اربعة. ناقص اربعة مضروبة في ناقص واحد هي اربعة. ناقص اربعة اي على واحد زائد واحد كتساوي اربعة على جوج ناقص أربعة إي على جوج. كنختزلو بجوج كتساوي جوج ناقص جوج إي. سي كتساوي جوج. بالنسبة للسؤال الثاني بين أن سي ناقص أ على بي ناقص أ كتساوي إي. سي ناقص أ على بي ناقص أ كتساوي سي جوج ناقص جوج إي ناقص أ ناقص 3 زائد اي الكل على جوج اي ناقص 3 زائد اي كتساوي جوج ناقص جوج اي ناقص 3 ناقص اي. جوج اي ناقص 3 ناقص اي كتساوي جوج ناقص 3 هي ناقص 1 ناقص 3 اي الكل على ناقص 3 زائد اي. هنا كاين ناقصات بزاف نحاولوا نضربوا
نخليه هكذا. هنا عندنا سي ناقص أ ب ناقص أ كتساوي إي. إذن ملي كنكونو كنعرفو النتيجة بلا ما نضربو في المرافق، نحاولو نعملو بالنتيجة. النتيجة هنايا عندنا إي، نعملو بإي. إي شني العدد اللي كنضربو في ناقص واحد وكيعطينا إي، يعني هو هنا نعملو بإي. شني العدد اللي نضربو في إي ويعطينا ناقص واحد هو إي. هنا عندها إي ده ناقص ثلاثة، الكل على ناقص ثلاثة زائد إي كتساوي إي. ناقص ثلاثة زائد إي على ناقص ثلاثة زائد إي كتساوي إي. سؤال ثلاثة، استنتج طبيعة المثلث ABC. هنا عندنا هذه نخرجوا من الزاوية الدوم الأخير AB AC كتساوي AG C ناقص A على B ناقص A جوج B كتساوي AG D جوج B كتساوي بي على جوج جوج بي. إذن أبي سي قائم الزاوية في أ، مسافة هنا نعملو المعيار ديال العدد سي ناقص أ على بي ناقص أ كتساوي المعيار إي، يعني أن سي ناقص أ على بي ناقص أ كتساوي واحد. إن سي ناقص أ كتساوي بي ناقص أ، إذا المسافة أ سي كتساوي المسافة أ بي. إذا المثلث أ بي سي قائم الزاوية ومتساوي ساقين في أ، لأن يعني قائم الزاوية في النقاط المشتركة في هذه النقطة أ. إذا قائم الزاوية في أ، إذا النقطة المشتركة هي أ، إذا متساوي الساقين في أ. السؤال الثاني، أعتبر العددين العقديين زيد واحد كتساوي جوج زائد جوج إي، وزيد جوج كتساوي واحد ناقص إي جذر ثلاثة. تمرين تاني، السؤال الأول بين أن زيد واحد على زيد جوج كتساوي هاد العدد هادي. إذا نطلقو من زيد واحد على زيد جوج خصنا نوصلو لهاد النتيجة هادي. زيد واحد على زيد جوج كتساوي جوج زائد جوج إي على واحد ناقص إي جذر ثلاثة. هنا ما كنعرفو، هنا كان ضروري غادي نضربو في المرافق. جوج زائد جوج إي مرافق واحد ناقص إي جذر ثلاثة هو واحد زائد إي جذر ثلاثة، الكل على واحد ناقص إي جذر ثلاثة في واحد زائد إي جذر ثلاثة كيساوي، باش مغلطوش بلاتي علينا، جوج في واحد هي جوج، جوج إي في هذه هي جوج إي، زائد جوج في إي جذر ثلاثة هي جوج جذر ثلاثة إي، جوج إي في إي جذر ثلاثة هي جوج جذر ثلاثة إي مربع، الكل بمتطابقة هم على شكل أ ناقص بي في أ زائد بي كتساوي أ مربع ناقص بي مربع تساوي واحد مربع ناقص إي جذر ثلاثة مربع كتساوي جوج زائد جوج إي زائد جوج جذر ثلاثة إي. إي مربع هي ناقص واحد، يعني ناقص جوج جذر ثلاثة، الكل على واحد زائد ثلاثة كتساوي جوج ناقص جوج جذر ثلاثة على أربعة زائد جوج زائد جوج جذر ثلاثة على أربعة إي. هنا
اختزلوا بجوج كتساوي واحد زيد واحد على زيد جوج كتساوي واحد ناقص ثلاثة على جوج زائد واحد زائد جدا ثلاثة على جوج. السؤال الثاني، اكتب كل من زيد واحد وزيد جوج على الشكل المثلثي. أن زيد واحد ضرب زيد واحد كتساوي جوج زائد جوج اي، مي كيكون الجزء الحقيقي كيساوي الجزء التخيلي ضروري خصنا نجبرو الزاوية هي بي على أربعة. نحسبو المعيار، زيد واحد كتساوي المعيار جوج زائد جوج اي كتساوي مربع العدد الحقيقي هو جوج مربع زائد جوج مربع كتساوي هي جذر تمنية اللي كتساوي هي جوج جذر جوج. دابا غادي نعملو بالمعيار، كتساوي جوج جذر جوج باش ما نغلطوش، جوج على جوج جذر جوج زائد جوج على جوج جذر جوج اي زيد واحد كتساوي جوج جذر جوج واحد على جذر جوج زائد واحد على جذر جوج اي. هذا هي الزاوية اللي عندها السينيس ديالها واحد على جذر جوج، كوسينيس ديالها واحد على جذر جوج هي بي على ربعة. إذا زيد واحد كتساوي جوج جذر جوج كوس دو بي على ربعة زائد اي سينيس دو بي على ربعة. هذا هو الشكل المثلثي العدد زيد واحد. شوفوا دابا زيد جوج، زيد جوج كتساوي واحد ناقص اي جذر ثلاثة. من المعيار زيد جوج كتساوي معيار واحد ناقص اي جذر ثلاثة كتساوي جد مربع جزء الحقيقي هي واحد زائد جزء التخيلي مربع تساوي جد مربع با تساوي جوج. دابا زيد جوج نعملو بالمعيار جوج واحد على جوج ناقص اي جذر ثلاثة على جوج. زيد جوج كتساوي جوج، شنو هو الكوس لي واحد على جوج؟ هو بي على ثلاثة، كوس بي على ثلاثة ناقص اي سينيس دو بي على ثلاثة. كتتكيب هاد الزاوية كوز دو تيتا ناقص اي سينيس دو تيتا يساوي كوز ناقص تيتا زائد اي سينيس ناقص تيتا. الا كان ناقص كوز دو تيتا زائد اي سينيس دو تيتا يساوي كوز دو بي ناقص تيتا زائد اي سينيس بي ناقص تيتا. إلا كان ناقص كوز دو تيتا ناقص اي سينيس دو تيتا كتساوي كوز دو بي زائد تيتا زائد اي سينيس بي زائد تيتا. إذا هنا عندنا الكوس موجب السينيس سالب، إذا المعيار هو العمدة أو الزاوية هي ناقص بي على ثلاثة. إذا زيد جوج كتساوي جوج كوس ناقص بي ثلاثة زائد اي سينيس ناقص بي على ثلاثة. بالنسبة استنتج الشكل سؤال، ثم استنتج الشكل المثلثي للزيد واحد على الزيد جوج. زيد واحد قناة هي تساوي جوج جذر جوج بي على أربعة، وعندنا الزيد جوج قناة هي جوج ناقص بي على ثلاثة. إذا زيد واحد على زيد جوج كتساوي جوج جذر جوج بي على أربعة مقسومة على جوج ناقص بي على ثلاثة. هنا كيساوي زيد واحد على زيد جوج، يعني المعيار مقسوم على المعيار جوج جذر جوج على جوج، والزاوية
بي على 4 ناقص ناقص بي على 3 هي بي على 4 زائد بي على 3 كتساوي اختزلوا بجوج كتساوي جذر جوج، لكن واحد 3 بي زائد 4 بي على 12 كتساوي جذر جوج 7 بي على 12. إذن كتبوه على الشكل المثلثي، زيد على زيد جوج كتساوي جذر جوج كوس 7 بي على 12 زائد اي سينيس 7 بي على 12. سؤال 3، بين أن الكوس 7 بي على 12 والسيادة سينيس بي على 12. سؤال 3، عندنا زيد واحد على زيد جوج كتساوي واحد ناقص جذر 3 على جوج زائد واحد زائد جذر 3 على جوج اي، وعندنا زيد واحد على الشكل المثلثي كتساوي جذر جوج كوس 7 بي على 12 زائد اي سينيس 7 بي على 12. هاد العدد كيساوي هاد العدد، اذا هاد الجزء هذا كيساوي واحد ناقص هذا، وجذر جوج في هاد السينيس كيساوي، اذا زيد واحد على زيد جوج كتساوي جوج جذر جوج كوس 7 على 12 زائد اي جذر جوج سينيس 7 بي على 12. اذا الجزء الحقيقي هذا كيساوي الجزء الحقيقي هذا، جذر جوج كوس 7 بي على 12 كتساوي واحد ناقص جذر 3 على جوج، هو جذر جوج سينيس 7 بي على 12 كيساوي واحد زائد جذر 3 على جوج. اذا كوس 7 بي على 12 كيساوي واحد ناقص جذر 3، جذر جوج لهنا كترجع قسمها جوج جذر جوج، وسينيس 7 بي على 12 كتساوي واحد زائد جذر 3 على جوج جذر جوج. هنا ما نخليوش المقام فيه الجذر، اذا كوس 7 بي على 12 يساوي جذر جوج مضروبة في واحد ناقص جذر 3، جذر جوج جذر جوج هي جوج وجوج هي 4، وسينيس 7 بي على 12 تساوي جذر جوج في واحد زائد جذر 3 على 4 كتساوي كوس 7 بي على 12 كتساوي جذر جوج ناقص جذر 6 على 4، وسينيس 7 بي على 12 كتساوي جذر جوج زائد جذر 6 على 4. نزول تمرين 3، حل في السين معادلة زد مربع ناقص جوج جذر جوج زد زائد 4، كتذكر الدلتا، دلتا كيساوي ب مربع ناقص 4 أس، يعني الدلتا كتساوي جوج جذر جوج مربع ناقص 4 في 4 ناقص 16 كتساوي جوج مربع هي 4 هي 8 ناقص 16، الدلتا كتساوي ناقص 8 أصغر من صفر. إذن المعادلة تقبل حلين مترافقين في س، أن زد واحد تساوي ناقص ب ناقص ناقص أو زائد دلتا إن على جوج أ، زد جوج كتساوي زد واحد با. إذا زد واحد ناقص ب هي
جوج جدا جوج ناقص دلتا هي 8 زائد 8 اي على جوج ا. هنا عندنا ا كتساوي واحد على جوج، وعندنا زي جوج كتساوي زيد واحد بار، زيد واحد كتساوي جوج جدا جوج زائد هذه هي 4 في جوج اي على جوج، زيد جوج كتساوي زيد واحد بار. اذا زيد واحد كتساوي جوج جدا جوج زائد جوج جدا اي على جوج، زيد جوج كتساوي زيد واحد، زيد واحد كتساوي جد نختزلو بجوج زائد جد جوج اي، وزيد جوج كتساوي هاد العدد بار. اذا نعملو ناقص في العدد التخيلي كتساوي جد جوج ناقص جد جوج اي. وبالنسبة كنعملو في الاخر اس، هادي ضرورية منها باش ما ينقصولنا شي نقاط، كتساوي الحل الاول جد جوج ناقص جد جوج اي جد جوج زائد جد جوج اي. السؤال الثاني في المستوى العقدي المنسوب لمعلم متعامد ممنظم، النقطة أ ذات اللحق أ جد جوج ناقص والدوران إغ الذي مركزه أ وزاويته بي على ثلاثة. السؤال ألف اكتب على الشكل المثلثي أ، أن أ تساوي جد جوج ناقص جد جوج اي، معيار أ كيساوي المعيار الثاني ناقص جد هادي كتساوي جد جوج مربع هي جوج، جد جوج هي زائد جوج كتساوي جد أربعة كتساوي جوج، نعملو بالمعيار كتساوي جوج جد جوج على جوج ناقص جد جوج على جوج اي كتساوي جوج كوس دو بي على أربعة ناقص اي سينيس دو بي على أربعة. عندنا الكوس مع الزائد والسينيس ناقص، إذن ها كتساوي جوج كوس ناقص بي على أربعة زائد اي سينيس دو ناقص بي على أربعة. سؤال ب، لتكون نقطة ام فتحة زد فتحة صورة ام زد بالدوران ار، بين ان زد فتحة كتساوي زد كوز دو بي على ثلاثة زائد اي سينيس بي على ثلاثة. عندنا هنايا ام فتحة زد صورة ام زد بالدوران ار الذي مركزه O وزاويته P على 3. إذا عندنا زاوية OM فتحة تساوي P على 3 جوج P، والمسافة OM كتساوي OM فتحة كتساوي OM. إذن زد فتحة ناقص زد او كتساوي او اي بي لتلاتة مضروبة في زد ناقص زد زيرو. زد فتحة تساوي او بي تلاتة زد. هذا الكتابة العقدية ضرب الدوران. سؤال كملو، زد فتحة كتساوي شني كيساوي هي زد مضروبة في او اي بس هي كوس بي على تلاتة زائد اي سينيس دو بي على تلاتة، هي الكتابة اللي مطلوب منا نكتبوها. سؤال جيم، بين ان لحق بي صورة ا بالدوران ار هو بي كتساوي جوج كوس دو بي على اتناش زائد اي سينيس بي على اتناش. عندنا بي صورة أ بالدوران R، إذن
بي كتساوي انا زيد فتحة زيد قوس بي على ثلاثة يعني مضروبة قوس دو بي على ثلاثة زائد اي سين دو بي على ثلاثة. اذا بي كتساوي شنو كنا جمعناها؟ هي جوج هي جوج ناقص بي على أربعة كوس بي على تلاتة عندنا واحد معيار ديالها واحد بي على تلاتة. عندنا قاعدة مثلا زيد عندها إر تيتا وزيد فتحة عندها إر فتحة تيتا فتحة عندنا زيد زيد فتحة نضربو المعيار في المعيار مضروبة في إر إر فتحة والزوايا كنجمعوهم وفي القسمة زيد على زيد فتحة كنقسمو معيار على المعيار والزوايا كنقصوهم. إذا بي كتساوي جوج واحد هي جوج بي على ثلاثة ناقص بي على أربعة. بي كتساوي جوج أربعة بي ناقص ثلاثة بي على اثناش. بي كتساوي جوج بي على اثناش. إذا بي كتساوي جوج كوس بي على اثناش زائد اي سينيس بي على اثناش. استنتج أن بي مربع بي مربع شنو كتساوي؟ كتساوي جوج كوس بي على اثناش زائد سينيس دو بي على اثناش. صيغة مواب صيغة مواب أن كوز دو تيتا زائد اي سينيس دو تيتا الكل أس ان كتساوي كوز دو ان تيتا اي سينيس تيتا. يعني بي مربع كتساوي جوج مربع كوز بي على اثناش زائد اي سينيس بي على اثناش مربع كيساوي اربعة كوز جوج بي على اثناش زائد اي سينيس جوج بي على اثناش كيساوي أربعة في كوس بي على ستة زائد إي سينيس بي على ستة. بي مربع كيساوي أربعة كوس دو بي على ستة. نذكرو في الجدول الزوايا هي الكوس اس اس ديك هنا زيرو كوس زيرو هو واحد سين زيرو هي زيرو هنا بي على ستة كوس دو بي على ستة هي جات تلاتة على جوج سين دو بي على ستة هي واحد على جوج هنايا بي على أربعة كوس دو بي على أربعة هي جات جوج على جوج سينيس هو جدا جوج على جوج بي على ثلاثة كوسينيس هي واحد على جوج سينيس هي جدا ثلاثة على جوج عندنا بي على جوج كوسينيس هو زيرو سينيس هو واحد عندنا هنا بي كوسينيس هو ناقص واحد وسينيس هو زيرو. إذا كوس بي على ستة
وجد 3 على 2 زائد اي 1 على 2، اذا ب مربع كتساوي 4 جد 3 على 2 زائد 4 على 2 اي، اذا ب مربع كتساوي اختزلوا 2 زائد 2 اي. السؤال الاخر د بين ان ب مربع ناقص سي مربع كتساوي 2، اذا ب مربع ناقص سي مربع كتساوي 2 جد 3 زائد 2 اي ناقص 1 زائد اي مربع كتساوي 2 جد 3 زائد 2 اي ناقص، هذه متطابقة عامة، ا زائد ب كتساوي ا مربع زائد 2 ا ب زائد ب مربع، هي 1 مربع زائد 2 في اي، 2 في اي في 1 هي 2 اي زائد اي مربع كتساوي 2 جد 3 زائد 2 اي ناقص 1 زائد 2 اي ناقص 1 كتساوي 2 جد 3 زائد 2 اي ناقص 1 ناقص ناقص 2 اي كتساوي 2 جد 3 زائد 2 اي ناقص 2 اي كتساوي 2 جد 3 ب مربع ناقص س مربع. بالتالي نكون قد أنهينا هذا الفرض، فرض محظوظ كان مكون من 3 تمارين، التمرين الأول كتابة على الشكل كيف نكتب عدد على الشكل الجبري، هنايا كنشرو، العدد الثاني ضربنا في المرافق، العدد الثالث ضربنا في المرافق، بين أن سي ناقص أ لب تساوي إن. كنكونو كنعرفو النتيجة من كتبو هاد جوج الأعداد أربعة الأعداد، نعملو بإي وغادي نختزلو غادي نجيبو إي بلا ما نضربو في المرافق. بالنسبة لطبيعة المثلث من كيكون عندنا كيساوي إي، باين بأن أ بي سي قائم الزاوية في أ، النقطة المشتركة هي أ، ومتساوي الساقين في أ. السؤال الثاني كيف لحساب بعض الزوايا الصعبة، مثلا 7 ب على 12، الطريقة باش حسبناها، كتبنا زيد واحد وزيد على الشكل المثلثي، وكتبنا زيد واحد وزيد جوج على الشكل الجبري والمثلثي، واستنتجنا الزوايا. بالنسبة للتمرين الثالث حل المعادلة، وتمرين في بسيط في الدوران، هنا استنتاجات طبقنا صيغة موافقة، كنعملو الأسد واحد زائد